ليش مستعيل؟ ليش كله مستعيل مستعيل على أمورك؟ عندك زبون زعلان في الشركة، زبونك زعلان، خله باكر كلمه اليوم، تكلمه ليش تكلمه اليوم؟ الحياة ما بصعبة لهالدرجة، أجل باكر. ليش مستعيلين؟ حد من عيالك فيه شيء، أجل باكر، ورا باكر، بعد سنة، شو المشكلة؟ تجارتك أنت الحين شغال، نحن في سنة 2023 وصلنا شهر 2، ما حطيت لك أهداف للسنة، عادي شهر 2. ليش الربع الأول من السنة؟ باقي شهر بنوصل شهر 3 وبندخل في الربع الثاني من السنة ونحط أهداف من الربع الثاني والثالث والرابع. ليش مستعيلين؟ ليش نستعيل؟ الأمور كلها تتأجل لأن الحياة ما انتهت ونحن عايشين، صح؟ شو بقول لك شيء؟ ما في حد يأجل حياته إلا أنت إذا هذا تفكيرك، صدقني ما في حد يأجل حياته إلا أنت، لأن إذا أنا وغيري وزبونك وأهلك وناسك وربعك وشركائك ومستثمرينك إذا كانوا يثقون فيك بيثقون فيك لأنك تحترم الوقت. ما في شيء يتأجل، زبون أجلت إياه باكر عند منافسك، ليش باكر؟ هو ما يأجل، أنت اللي تأجل، هو اليوم عند منافسك راح. عيالك إذا أنت أجلت يوم ما في حل عند أمهم، صح؟ ما بمصلحتك يعني أبدا، فأنت تخسر ثقة الناس فيك حتى أهلك. لا تأجل. العقلية الصحيحة تكون إذا عندي مهمة أنفذها الحين، أنفذها ما أجل. ديني ما يقول لي أجل، يقول كل شيء على الوقت. عاداتي وتقاليدي، نحن كعرب نحن ما عندنا شيء نأجل. واللي زعل في الموضوع أنه يوم نشوف حد منا وفينا من أهلنا ومن العرب والمسلمين ملتزم على الوقت، يقولون شوفوا نظام النظام أجانب. لا، نظام النظام مسلمين، نظام عرب، لكن نحن نسينا، نحن أصبحنا كسولين، نحن بدينا نأجل. وهاي العادة تغلغلت بيننا صراحة وانتشرت بيننا. الحل أن نحن نرجع للأصل، ليش نحن نلتزم بالوقت؟ الوقت هذا يلزم مخك، الوقت هذا يقول لك أنه عندي مهمة أنفذها الحين. أنا إنسان جاد في حياتي، كل شيء يتنفذ. 80% من المهام اللي تطلع لك لازم تتنفذ في نفس الوقت، 20% 10% منهم مثل بعيد عنكم، مثلا إذا واحد يفكر في الطلاق المفروض يأخذ راحته يفكر، ما يستعجل، مو مشكلة، هذه أمور تتأجل تحتاج تفكير. لكن زبونك زعلان تكلمه الحين؟ لا، حد من أهلك، حد من أصدقائك ينتظرك، كلمة الحين، لا تأجل. شريكك ينتظرك، كلمة الحين. عندك مستثمر يحتاج تقرير منك، عطى التقرير الحين، لا تأجل، لأنك إذا أجلت خسرت الناس. وإذا خليت في بالك كل شيء يتنفذ الحين في هذا الوقت، الكل بيثق فيك وبتتجدد في حياتك. أتمنى لك التوفيق.